اخواني اخواتي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته رجعنا لكم في هذا الفيديو هذا اللي هو ترجم الى اللغة الايطالية كنا البارح درنا الحصة الاولى من المباشر ديال تيك توك درنا ترجم الى اللغة الايطالية لكن درنا غير على شبه كلمات باش نتوصلوا لفهم الديالوج اللي درنا من بعد اذا حاول تركز مزيان فكر مزيان ثم اجيب عن السؤال فنبدا على بركة الله. ترجم إلى الإيطالية، يتكلم، يتكلم، بوحدي هذه غادي يا يعني هو، هو، أتنسوني تيرسا بيرسونا، يا تكلم، فكر مزيان، اعطي راسك الوقت، وفكر مزيان، يتكلم. ستا بارلاندو، ستا بارلاندو. يعني راه كيتكلم دابا خدام كيتكلم كنديرو ستا بارلاندو ستا بارلاندو ندخلو عليها الفيربو ستاري فعل البقاء ستا بارلاندو الا كت... كنت انت كتكلم انت غادي تقول ستا بارلاندو ستو ستو بارلاندو ستو بارلاندو بمعنى انا كنتكلم ستو بارلاندو نتا ستاي بارلاندو ردي دوماي ستا بارلاندو راه هو هو ستا بارلاندو انا ستو بارلاندو من من يعني شكون شكون درناها البارح فكروا فيها من يعني شكون من اللي قلنا قبيله شكون كيتكلم كي مثلا شكون كيتكلم كي في التليفون من يتكلم من من اذا ماذا ستقول باللغه الايطاليه فكر جيدا برافو اذا من هي كي. كي 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 اي اي كي يعني نعني بها من بمعنى شكون شكون رددوا بصوت مرتفع كي كي مثلا كي بارلا كي بارلا شكون كيتكلم شكون كيتكلم او كي ستا بارلاندو كي ستا بارلاندو كذلك هي شكون كيتكلم ابنك 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 يعني الولد ديالك الولد ديالك الولد ديالك فكر مزيان ابنك ابنك كيف تقول باللغه الايطاليه فكر جيدا فكر مزيان مزيان توو، فيليو توو، فيليو هي الولد ديالك ابنك فيليو هو الولد توو يعني ديالك توفيليو ديالك انت لا قلت بغيت نقول ديالي انا نقول ميوفيليو ميوفيليو يعني الولد ديالي اوكي بنت فيليا فيليا هي البنت اذا غنقول لك مثلا توا فيليا توا فيليا يعني البنت ديالك ديالي انا غنقول ميا فيليا ميا فيليا رددوا معي توو فيليو توو فيليو ما هو ما هو بمعنى شكون هو ما هو ولا اشنو اشنو هو اشنو هو اذا ماذا سنقول فكر جيدا فكر جيدا ما هو هي كوالي 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 يعني اشنو هو اشنو هو كوالي مثلا كنقول لك شنو هو العنوان ديالك كوالي التو اندريتسو التوو ديالك اندريتسو او شنو هو النيميرو ديالك ديال التليفون كوالي التو نمرو دي تليفون كوالي التو نيميرو دي تليفونو لا قراو معايا هادي كوالي كوالي كلمة بحال كتقراها كلمة وحدة كوالي ماشي كوال اي كوالي كوالي سبب سبب ماذا نعني بسبب هذا الشيء شفناه البارح السبب باللغه الايطاليه ماذا ستقول فكر جيدا سبب 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 نقول موتيفو موتيفو يعني الغرض ديالك انت من هذيك المكالمه كيقول لي هضرنا قبيله في في ديالوجو إذن السبب هي موتيفو السبب هو إيل موتيفو إيل موتيفو إذن السبب يعني بها موتيفو رددوا معي موتيفو موتيفو باش تعرف الشرح ديال هاد الكلمة مزيان رجع للديالوج اللي درنا في الأول رجع للديالوج اللي درنا في الأول رددوا معي موتيفو موتيفو هل هو هل هو هل هو يعني واش هو واش هو هل هو ماشي ليش شفنا قبيله ما هو ما هو قبيله قلنا كوالي لكن هذا هل هو هل هو يعني واش هو اذا فكروا فيها مزيان فكروا فيها مزيان اوكي هل هو يعني بها ايه اي بوحدي هادي اي اي عندها المعنى ديال هل هو اي اي كنقول لك اي مالاتو اي هادي وكنزيد عليها مالاتو اي مالاتو يعني واش مريض اي مالاتو بمعنى هل هو مريض اي هي هل هو مريض مالاتو اي مالاتو رددوا معي اي اي هنا عندنا

يعني بحال بدنا نضع السؤال دائما كنكتب اي لكن ملي كتوضع السؤال كتوضع واحد النقطة استفهام بونتو دي باش نعرفوه راه سؤال اي لكن في كان كنقول غير اي اذا اي عندها المعنى ديال هو عندها المعنى ديال انه وعندها المعنى كذلك ديال انها دائما كتكتب اي رددوا معي مرة أخرى اي اي في المستشفى في المستشفى اوكي ماذا نقول في المستشفى بحال قلنا قبيله هذه اللي هضرنا عليها قبيله انه انه في المستشفى انه في المستشفى اذا نقدر اي وتكمل عليها في المستشفى وماذا ستقول فكر جيدا اوكي اذا هنا غنقول ان اوسبيدالي إينو سبيدالي كتقرا بحال مجموعة إينو سبيدالي إن هي في أوسبيدالي مستشفى إينو سبيدالي إينو سبيدالي في المستشفى عقلوا على الجملة إي إينو, إيه. إينو سبيدالي هل هو في المستشفى رددوا معي إي أو عفوا إينو سبيدالي, إينو سبيدالي. سقط 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 بمعنى طاح سقط سقط ماذا ستقول باللغة الإيطالية سقط فكر جيدا سقط إي كادوتو إي كادوتو سقط سقط إي كادوتو تنهضرو في الماضي باساتو بروسيمو يعني راه طاح إذا كانت امرأة غنقولو إي كادوتا إي هو راجل غنقولو إي كادوتو معي إيكادوتو إيكادوتو. إي كادوتو إي في الحالة كنا كنهضرو على نبيل نبيل اللي قلنا هضرنا عليه في الديالوغو إي كادوتو يعني هو راه طاح طاح إذا إخواني اخواتي وصلنا النهاية ديال هذا الفيديو هذا اوصيكم اوصيكم لي تحغير في هذا الفيديو هذا يحاول يمشي الفيديو الاخر اللي هو الحوار عنده علاقه بهذا الشي هذا اللي قلنا دابا ومهم بزاف كي الحوار اللي فيه جمل كامله اخوني اخواتي كنتمنى هذا الفيديو يفيدكم وموعدنا مع العشيه ان شاء الله في السبعه في تيك توك سبعة ديال العشيه ان شاء الله تيك توك، الناس اللي ما عارفينش الحساب ديالي في تيك توك، ها هو مكتوب قدامكم هنايا. كيدخل لخانة البحث وراه غادي تلقاه. اوكي؟ إذا إخواني أخواتي مرة أخرى ما تنساوش لي لايك، جزاكم الله خيرا، والناس اللي مازال ما اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة باش يتوصلوا بالجديد. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.